ده كده وكده. الدكتور عمر هو اللي قال لنا نسرق. الحق يا دكتور، قول لهم خطة. خطة؟ خطة يا سارة ناجح. الله، احنا بنعمل خطة عشان نعالج ريم، عشان نعملها صدمة وتخف. أسعدت الأمن الست دي يا الحرامية، ما تقول لها دكتور. دكتور؟ أنت دكتور؟ طب الطرق والكباري وعلاقتنا وأنا لا يا ريم، انا ما كنتش بضحك عليك، انا بحبك، بحبك بجد والله العظيم بحبك. انا بس كنت مستني فتره العلاج، ساعتها بقى كان هيبقى من حقي ان انا عارف. انت مش من حقك اي حاجه، انت مش من حقك اي حاجه. استني بس ريم. ريم تعالى يا عصام.